مع بداية موسم الشتاء تبدأ زراعة القمح وتستمر حتى شهر أبريل حيث يبدأ موسم الحصاد، ثم تأتي مرحلة نقل القمح لتوريده إلى أماكن التخزين في الشوان التي يخزن بها معظم الإنتاج المحلي أو الصوامع التي يخزن بها القمح المستورد وبعض القمح المحلي. ومع نهاية موسم التوريد يبدأ سحب الأقماح وتسليمها إلى المطاحن ليتم طحن القمح وتوزيعه كدقيق على المخابز، وتبدأ مرحلة تحويل الدقيق إلى رغيف عيش مدعم.